السلام عليكم. دش أنا وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي. إذا دش أنا المقر الجديد أنت وكالة عدل بمنطقة سيد حمدين، هذه البناية الرائعة اللي إحنا ماذا بينا، هذا الشارع أنت يعني طريق السيار أنت بن عكنون دار البيضاء أن يصبح شارع أو نهج وتكون فيه بنايات جميلة، على خاصة على الضفة الجنوبية من الشارع، هذا يصبح شارع وتولي فيه بنايات جميلة شاهقة، يولي يعني بولفار كبير، ماذا بنا يتحسن يعني الوجه ديالو، وكذلك يتم إنجاز رصيف عريض في الشارع هذا، يكون رصيف كبير ويتحول إلى إذن كما قلنا بولفار، يكون فيه بنايات شاهقة على طول الشارع هذا من بن عكنون باتجاه اسطوالي، وكذلك من بن عكنون باتجاه الدار البيضاء، يصبح فيها يعني كثير من دول العالم فيها شوارع بهذا الحجم، في دبي شفناها، في الصين، في عدة مدن في الصين، في الدول الكبرى هذه فيها شوارع بهذا الحجم، وتكون فيه ممرات للراجلين، ممرات سفلية، ممرات علوية، وتكون نقاط تقاطع مدروسة، دي زاميناجمون يعني دي زانترسيكسيون اميناجي، باش تكون فيه يعني سهولة الممرات للمشاة، يعني فيه يعني اتجاه من هذا النوع. إن شاء الله البنايات هذه تكون يعني تكون تتكاثر. إذن نترككم تتابعون هذا الفيديو حول هذه يعني الوكالة الوطنية للسكن، وكالة عدل. إذا نترككم تتابعون. السلام عليكم.